بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ نتكلم على very important keywords، اهم الكلمات المفتاحية اللي موجودة في المنهج بتاعنا. وفي الحقيقة ان هي مش مجرد فقط كلمات مفتاحية، احنا هنراجع تقريبا المنهج بتاعنا من خلال الكيوردز، اهم التعريفات، اهم التولز والتكنيكس، اهم المواقف اللي هتقابلنا في الامتحان. الكيوردز مهمة بغرض تعزيز الفهم، سرعة الحل في الامتحان هتساعدك على التقاط بعض الكلمات المهمة وتسريع الحل في بعض الأسئلة. فالكيوردز هي تعتبر عامل مساعد لحل بعض الأسئلة في الاختبار. إن شاء الله بعد ما هنشرح الكيوردز وهتستوعب الكيوردز هتكون قادر على حل عدد كبير من أسئلة الاختبار إن شاء الله بالكيوردز بس. ولكن خلي بالك وبأكد تاني، الكيورد يعني هي عامل مساعد وليس يعني ما ينفعش ان انت تعتمد عليها اعتماد كلي مثلا وما تذاكرش المنهج، لا دي حاجة في اخر الايه يعني في الايام الاخيرة قبل امتحانك، بعد ما تكون ذاكرت حليت اسئلة امورك تمام، عايز بقى تركز على نقاط معينة عشان خاطر الامتحان وتساعدك على حل اسئلة بسرعة. هنبدأ مع بعض بأول keyword موجود عندنا، بيقول لك if the communication styles is changed. هيجي لك سيناريو في هيقول لك لو تم تغيير ال communication styles هتعمل ايه. لازم تعمل you should update the communication management plan، تحدث communication plan طبعا، لان ال communication styles وال communication methods كل ده موجود في ال communication plan. الكيورد اللي بعد كده لو ال SPI اقل من 1.75 وال CPI اكبر من 1 معناها ايه؟ طبعا معناها طالما ال schedule performance index اقل من 1 معناها ان انت behind the schedule، متأخر عن الجدول الزمني. طب لو ال CPI اكبر من 1 معناها ان انت كسبان او under budget. معنى كسبان ايه؟ معاك فلوس، معنى معاك فلوس وانت متأخر يعني في امكانية تضيف موارد صح عشان تمشي تاني مع الجدول الزمني. يبقى مشروعك ده behind the schedule and additional experience resources، يعني ممكن تضيف resources عندها خبرة للمشروع. additional experience resource can be added ليه؟ لان هنا ال CPI هنا ايه؟ ال CPI اكبر من الواحد هنا فاقدر ان انا اضيف موارد. الحاجة اللي بعد كده رقم 3 if a planned activity become more complex، هيجي لك سيناريو يقول لك عندك نشاط اصبح اكثر تعقيدا هنعمل ايه؟ مثلا لو احنا في اجايل هنعمل ايه؟ طبعا فريق اجايل لازم ان هو يتعاون مع بعضه. فريق اجايل سيلف اورجنايزد سيلف دايركتد. فريق اجايل مهما كان النشاط ده معقد او المهم او المهمه دي معقده، هم خبره، كل واحد خبير في حاجه معينه وعنده مهارات تانية. ففريق اجايل كروس فانكشنال تيم، يعني ايه؟ فريق ذات خبره و متعدد المهارات والمواهب، هيشتغلوا مع بعض work together to complete the activity. 4 هيقول لك احنا عايزين two options will help the team initially address this obstacle، يعني عايزين حاجتين يساعدونا او يساعدوا الفريق بشكل مبدئي ان هم يتعاملوا مع احد العوائق اللي موجودة. طبعا هتختار الروت كوز اناليسيس طبعا، لان بتستخدم في ايجاد السبب الجذري لحل المشاكل، وسكادول ريتروسبكتيف دايما
طول ما في مشكلة معينة لازم الاجتماع الرئيسي لمناقشة المشاكل وإيجاد السبب الجذري والأكشنز المطلوبة هو retrospective meeting. 5. If a team member not happy, لو في واحد عندك من الفريق مش مبسوط بسبب تعقيدات عنده في التاسكس بتاعته معقدة, تعمل معاه ايه؟ هتسيبه ولا set up team building activities to reduce tension؟ تمام, هو في الحقيقة هنا هو not happy, فركز على هنا not happy مش مبسوط, فعايزين نبسطه. هنبسطه ازاي؟ نرفع من معنوياته. طب تيجي ازاي؟ تغديه مثلا, تروح مع بعض مطعم تأكله, فطبعا هيكون ايه؟ هيكون مبسوط وهتقل من التنشن, to reduce tension. طيب رقم 6, a focus group and brainstorming sessions. تستخدم في ايه؟ طبعا الفوكس جروب والبرينستورمينج هي احد التولز والتكنيكس المهمة في السكوب مانجمنت, تستخدم في كوليكت ريكويرمنتس, فهي بتستخدم تو جذر, طبعا هي ادوات تجميع بتجمع بيها متطلبات, جذر مور ديتيلز اباوت ذا بروجكت سكوب, طبعا بتستخدم كاحد التولز والتكنيكس المهمه في عمليه الكوليكت ريكويرمنتس. 7, تو ميتيجيت ريسكس, يعني اعمل ايه عشان اخفف من المخاطر. طيب احنا عندنا في المخاطر عشان نخففها بنعمل ايه مثلا؟ بنعمل مثلا بروتوتايب, بندرب الناس, بنعمل اختبارات, اختار مور ستيبل سبلاير, فعايزين اوبشنز تفيدنا في عمليه تخفيف المخاطر. اول شيء انتروديوس ريكوجنيشن بروجرام اند انكريز تريند ستاف, تزود من تدريب ستاف, وموضوع برنامج المكافآت والحاجات دي كلها تخفف شوية من المخاطر. Recognition Program بيقول لك The product owner is confused as to how to start delivering the functionalities, يعني عنده بعض confusion كده, مش عارف ازاي يسلم بعض الخصائص. طيب مين مسؤول عن التوجيه, التدريب, تنظيم, كتيم فاسيليتيتور, ك بيكوتش بيتاكد من اتباع السكرام بالشكل المطلوب؟ طبعا هو السكرام او مدير المشروع اجايل, بروجكت مانجر, كوتش ذا بروجكت ذا برودكت اونر اون هاو تو كرييت ا برودكت باكلوج. رقم 9 بيقول لك اف ذا بروجكت ان ديفرنت كانتريز, لو عندك مشروع موجود في بلاد مختلفة, جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا, فيعمل ايه مدير المشروع؟ لازم هنا مدير المشروع conduct stakeholder analysis, لازم يحلل المعنيين, طبعا انت عندك معنيين في كذا مكان, to identify عشان يعرف how regional policies may influence needs, ازاي سياسات المناطق المختلفة دي والبلاد المختلفة ممكن ان هي تأثر على الاحتياجات. During daily meeting, اثناء الاجتماع اليومي, if a team member want to express issues, في اثناء الاجتماع اليومي واحد من الفريق عايز يعبر عن المشاكل بتاعته, عنده مشاكل, مفروض تعمل ايه؟ The project manager should have a confidential discussion with the team member to identify the root cause. لازم ان هو يعمل معاه اجتماع مع بعضهم, يعني ما ينفعش تناقش المشاكل في الاجتماع اليومي طبعا عشان هو اجتماع محدد الوقت تايم بوكس, هيعمل معاه اجتماع with the team عشان يشوفوا الاسباب الجذرية. 11, the project escalation policy موجودة فين؟ طبعا موضوع الاسكليشن بروسيس نفسها هي جزء من الكوميونيكيشن مانجمنت بلان, ده موضوع مهم جدا. اسكليشن يبقى كوميونيكيشن, بيقول لك
لو في عندك disagreement, if there is disagreement among the project stakeholders, بين المعنيين, يعمل ايه مدير المشروع؟ اول شيء the first step, لو في خلافات بين المعنيين, the project manager should first, لازم اول حاجة identify the source of the disagreement. انت جاي تحل بقى خلاف, لازم تعرف مصدر الخلاف, مصدر عدم الاتفاق ده ايه. 13, if a team member's performance is continuous improving, يعني لو اداء واحد من الفريق بشكل مستمر بيتحسن, يعني تعمل ايه؟ طبعا دي حاجة كويسة, appreciate this team member's performance throughout the project life cycle, لازم تهنيه, لازم تشكره, لازم تشجعه بالاداء بتاعه ده طول دورة حياة المشروع. يعني عشان دايما اقول لك, يعني خلي انت كمدير مشروع خلي الفيدباك بتاعك بناء دايما ومحفز للفريق عشان ترفع حتى من معنوياته. يعني بيقول لك هنا 5 agile teams working together on a product, في عندك هنا 5 فرق شغالين مع بعض على منتج, المفروض نعمل ايه؟ طبعا السكرام اوف سكرام on regular basis. طالما انت عندك 5 فرق هنا, 1 2 3 4 5, فلازم يطلع سكرام ماستر من كل فريق عشان يتجمعوا مع بعض كده يعملوا سكرام اوف سكرام ميتنج عشان يتم التنسيق ما بين كل الفرق وبعضها. 15, the project manager should always, لازم يعمل ايه دايما؟ promote collaboration to help remove the obstacles from the team, لازم يعزز يحسن موضوع التعاون عشان يريموف او يزيل الايه العوائق من الفريق. 16, if a new technology will implement in the organization, لو هيتم تنفيذ تكنولوجيا جديدة في المؤسسة مفروض تعمل ايه؟ should start SWOT analysis, طبعا عشان تشوف اول شيء طبعا هنا عشان تشوف هل الشركة تقدر تنفذها, طب ايه الفرص اللي هتيجي او الopportunities, طب لو في ضعف في الشركة ايه التهديد اللي ممكن يكون موجود, تعرفه تحلله وتشوف تأثيره ايه على الشركة. execute as a scrum project, يعني احنا هننفذ امتى او هنختار امتى طريقة سكرام, او امتى ننفذ المشروع بطريقة سكرام. when the requirements are evolving, keeping the scope flexible, لو احنا عايزين يكون في مرونة في نطاق العمل, flexibility او تغييرات فيه بشكل مستمر في requirements, وكمان المتطلبات are evolving يعني مش ثابتة او مش واضحة من اول المشروع, بنعرفها بشكل مستمر يعني, فهنروح لطريقة سكرام. The WBS Dictionary, قاموس هيكل تجزئة العمل, هو عبارة عن document that provide a detailed deliverable information about each component in the WBS. طبعا WBS Dictionary بيوصف كل ليفل موجود في WBS, يعني مثلا عندك work package معين, طبعا القاموس ده بيوصف كل work package, مين مسؤول عنه, طب الكوست بتاعته ايه, طب الاكتيفيتيز الموجودة ايه, الاي دي بتاعه ايه, يعني كل حاجة عن الايه, عن الورك باكج او الليفل ده او المكون ده في الدبليو بي اس. رقم 19 بيقول لك one of the project team members, واحد من فريق المشروع, has increased the scope without an approval, يعني واحد من الفريق زود نطاق العمل بدون اي موافقة. المفروض نعمل ايه؟ لازم اول خطوة يعملها مدير المشروع evaluate the impact of the change, لازم يقيم تأثير التغيير ده ايه على المشروع, اثر على ايه, اثر على تكلفة, على جودة, على في ريسك, في اثر على تايم الى اخره. 20, the vendor informed a core component couldn't be shipped on time, بيقول لك هنا الفيندور بلغ
ان في مكون اساسي مش هيقدر ان هو يسلمه او يوصله في الوقت. لازم تعمل ايه؟ طبعا دي مشكلة، فلازم ايه؟ تحدث سجل المشاكل. The project manager should review and update the issue log. دي اول خطوة. طبعا لازم دايما لما تحصل مشكلة تحدث سجل المشاكل. 21 impediments. طبعا impediments في هنا يجي لك سؤال عليها في الامتحان، هقول لك اختار ثلاث اجابات الامثلة على الامبيدمنتس او العوائق. تختار team member talking about either story that is not on the scrum board، ان هم بيتكلموا على قصص مستخدم اصلا مش موجودة في السكرام بورد. فطبعا طبعا يعني مثال على الامبيدمنتس. a lack of team empowerment، مفيش تمكين للفريق. و a technology that blocks agile capabilities، استخدام بعض التكنولوجيا اللي هي بتبلوك ايه قدرات اجايل. رقم 22 شيكاوا دايجرام اند 5 وايز. طبعا دول بيستخدموا used to determine the underlying reasons that lead to a problem. ايضا هيجي لك سؤال في الامتحان هيقول لك اختار اجابتين من خمس اجابات، ايه التولز المستخدمه في تحديد الاسباب الجذريه وراء المشكله دي او اللي ادت الى المشكله او حدوث المشكله. هتختار الاجابه اللي فيها شيكاوا ديجرام والاجابه الثانيه 5 وايز. هنكمل مع بعض، نروح الى رقم 23 to make the sprint planning meeting more productive you need to pieces of information، عشان تخلي الاجتماع التخطيط more productive اكثر انتاجيه انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج حاجتين فيهم معلومات، طبعا البرودكت باك لوج والسبرنت جول. اكيد احنا اصلا في الاجتماع ده بنسحب من البرودكت باك لوج عشان نحط فيه السبرنت باك لوج، فاحنا محتاجينه. محتاجين طبعا ايضا نحط الايه السبرنت جول. رقم 24 tools can the project manager use، يقدر ان هو يستخدمها to influence client decision، عشان يأثر على قرارات ال client. to keep the project active، عشان يخلي المشروع active. طبعا ال cost benefit analysis، يعني نقول له ان في منفعة هتيجي كبيرة جدا من المشروع مقابل التكلفة اللي هتتصرف. وكمان ال multi criteria decision making، اتخاذ القرارات يعني ايه بناء على بعض الايه بعض المعايير. المانجمنت asked you to move forward with the project. Explain the potential problems without a project scope statement. هيجيلك سؤال يقول لك ان المانجمنت عايزينك تشتغل في المشروع بدون project scope statement. هل ينفع نشتغل بدون scope statement؟ اكيد لا، فلازم كمدير مشروع توضح لهم تشرح لهم ان هيحصل مشاكل بسبب عدم وجود البروجكت سكوب ستيتمنت. 26 ذا بروجكت مانجر وانت تو موتيفيت، عايز يحفز الفريق يعمل ايه؟ طبعا يشجعهم اوورد سيرتيفيكتس اوف ابريشيشن تو انكورج ذا تيم، يديهم شهادات تحفيز وشكر عشان يشجع الفريق. 27 بيقول لك هنا a junior staff member a junior staff member not familiar with what is expected of him. واحد junior مش familiar مع ايه يعني ايه المطلوب منه بالظبط او متوقع منه ايه. اكيد مش هسيبه، لازم اعرفه. instruct the new team member to review RACI metrics، يراجع RACI metrics عشان الRACI طبعا هي اللي فيها مين مسؤول عن ايه وهكذا. 28 SWOT analysis بتستخدم في تعريف المخاطر. طبعا السوات هي تول وتكنيك في عملية تعريف المخاطر identify risk، فهي بتستخدم to identify the risks. 29 in order to keep delivering value، عشان نحافظ دايما ان احنا
نسلم قيمة للعميل لازم نعمل ايه؟ Prioritize the product backlog looking for high business value and low effort. لازم دايما يتم ترتيب الاولويات المتطلبات بناء على اللي هيدينا اعلى high value واقل مجهود، هو ده اللي نستخدمه في عملية البروتايزيشن او ترتيب الاولويات عشان نحافظ دايما على تسليم قيمة للعميل. 30 الستيك هولدرز ديس اجري مش موافقين على البروجكت اوبجكتيفز، نعمل ايه معاهم؟ انت لازم كمدير مشروع شوت بريك داون سيتويشن، لازم تجزأ الموقف ده to identify the root causes for the disagreement. يعني في خلافات معينة لازم اول حاجة عشان تحلها بسهولة ايه؟ تجزأها او تكسرها، تكسر الموقف ده عشان تبدأ تشوف الاسباب الجذرية اللي ادت الى حدوث disagreement. A new member is unable to complete the deliverables on time. واحد جديد، عضو جديد مش قادر ان هو يخلص المطلوب منه في الوقت، اعمل ايه معاه؟ address the lack of performance by coaching the new team member. هتتعامل مع فقد او عدم وجود الخبرة الكافية او الاداء غير الجيد، هتتعامل معاه ازاي؟ by coaching، هتدرب عضو فريق جديد او ايه هتوجهه، يعني تعمل له coaching. 32 if a key member don't have the required skills for the key tasks. لو واحد من اعضاء الفريق المهمين جدا ما عندوش المهارات المطلوبه for the key tasks لبعض المهام المهمه، هنعمل ايه؟ طبعا دي مشكله، don't have يعني على طول في مشكله، لازم اول حاجه تابديت الايشي لوج to account for the lack of qualifications، لازم تحدث سجل المشاكل ان هو ايه عشان تاخد في الاعتبار يعني ايه عدم وجود مؤهلات عنده. يعني هننتقل بعد كده برين ستورمينج، بستخدمها في طبعا توليد افكار جديده generate new ideas، interviews عشان احصل على معلومات سريه confidential information، focus group طبعا بيتم اجتماع الستيك هولدرز مع الخبراء عشان نعرف اكتر عن توقعاتهم، طبعا دي كلها تولز تستخدم في collect requirement process. البنش ماركينج عشان اعرف افضل الممارسات، لازم اعمل كومبيننج اقارن ما بين البراكتس بتاعتي مع الاكسترنال براكتسز او مع شركات اخرى او مشاريع اخرى عشان اولد افكار للتحسين. الافينيتي دياجرام بيستخدم generate and organize or grouping or classify information. عندي هنا افكار كتير هرتبها into groups في مجموعات. observation هجيب واحد يروح المشاريع يتفرج يشوف بيشتغلوا ازاي في بيئة عملهم عشان يكتشف المتطلبات المخفية uncover hidden requirements. facilitation هيجتمع الكي ستيك هولدرز مع بعض عشان يحلوا اي خلافات عشان يعززوا التواصل. cross functional requirements. prototypes ايضا احد التولز المهمه في collect requirement process for obtaining early feedback، نحصل على فيدباك مبكر قبل التنفيذ من العميل عن طريق عمل موكب او نماذج اوليه ناخد عليها الفيدباك، وايضا بيستخدم to reduce risk البروتوتايب. 41 requirements traceability metrics تستخدم to link requirements to deliverables عشان نربط المتطلبات بالdeliverables. يعني انا محتاج متطلب معين، طيب هو في المقابل هيديني ايه؟ من يعني هو هل هو لي يعني هيولد لي business value؟ هل في value؟ هل في deliverable هتيجي منه ولا لا؟ 42 decomposition احد التولز المهمة في عملية create WBS عشان نكسر السكوب بتاعنا في ال WBS ونوصل لاخر ليفل وهو ال work package. طبعا ال work package هو ال lowest level في ال WBS اقل ليفل.
عملية validity scope هي العملية اللي بناخد منها الفورمال اكسبتنس على الكومبليتد بروجكت ديليفرابلز بين الكاستمر او السبونسر. انما الكلوز بروجكت اور فيز دي بتكون في نهاية المشروع بناخد منها الفاينل اكسبتنس او القبول النهائي. 46 WBS ديكشنري ده بيدينا معلومات عن كل مكون من مكونات ال WBS. 47 فاريانس اناليسيس احد التولز المهمة في عملية الكنترول سكوب عشان نقارن ما بين البيز لاين المعتمد مع النتائج الفعلية مع الاكشن ريزلت عشان نشوف هل الانحرافات او الفاريانس دي ضمن الليمت المقبول ولا محتاج اخد اكشن. انما تريند اناليسيس بنفحص ونشوف الاداء مع الوقت سواء الاداء بتاعنا بينحدر ولا او بيتحسن. ال WBS هو عبارة عن hierarchical decomposition تكسير هرمي لتوتال سكوب عشان طبعا يكون اكثر قابلية للادارة والتنفيذ. verified deliverables دي بتتم من خلال الكنترول او الكواليتي كنترول تيم. طبعا هي مخرج من عملية الكنترول كواليتي عملية فحص داخلية عشان نتأكد من صحة الديليفرابلز. انما الاكسبتد ديليفرابلز هي مخرج من عملية الفاليديتي سكوب. طبعا دي بتتم من خلال الكاستمر او السبونسر عشان ناخد الاكسبتنس على الكمبليتد ديليفرابلز. الانالوجس استيميشن احد الطرق المستخدمة في تقدير الوقت او التكلفة بناء على معلومات من مشاريع سابقة historical data. في حالة ما عنديش معلومات في المشروع الحالي limited information فبلجأ فبروح اراجع مشروع اتنفذ قبل كده باخد نفس البيانات الموجودة فيه فطبعا هتكون النتائج شوية less accurate مش احسن حاجة اقل دقة. البارامتريك استيميتنج احد التولز ايضا مستخدمة في تقدير الوقت والتكلفة بعتمد على الهيستوريكال داتا مع البروجكت ديليفر مع البروجكت بارامترز. بوتوم اب استيميتنج احد الطرق ايضا مستخدمه وهي افضلهم على الاطلاق. طبعا هي محتاجه عشان استخدمها يكون عندي WBS ويكون عندي السكوب يكون واضح كلير سكوب فبتدينا موست اكوريت ريزلتس يعني نتائج اكثر دقه هي افضل الطرق الموجوده. الكريتيكال باث ميثود او يعني ايه طريقه المسار الحرج بتستخدم عشان اعرف او كالكوليت المينيمم بروجكت ديوريشن اقل وقت ممكن انفذ فيه المشروع. وايضا اتعرفنا اللونجست باث او اطول مسار موجود في الشبكه. اي اكتيفيتي موجود على المسار الحرج ملوش فلوت زيرو توتال فلوت يعني مفيش سماحيه اي تأخير هيحصل هيأخر تاريخ نهاية المشروع. الريسورس ليفلينج احد الطرق المستخدمة في الريسورس اوبتمايزيشن تكنيكس. لو عندي مثلا مورد واحد شغال على اكتر من تاسكس في نفس الوقت فبعمل ليفلينج اعمل مساواة بين الموارد من خلال اعمل ادجاستمنت او تعديلات على الستارت والفينش ديت الخاص بالاكتيفيتيز دي عشان عندي كونسترين معين ما ينفعش مورد معين يشتغل مثلا اكتر من 8 ساعات في اليوم انا كنت بشغله 20 او شغله مثلا 10 او 15 فهنعمل ليفلينج فده بيؤدي الى الاوريجينال كريتيكال باث تو تشينج انه يتعدل او يتغير. انما الريسورس سموزنج نفس الكلام بعمل ادجاستمنت ولكن الكريتيكال باث نوت تشينج بسبب ان السموثينج بيشتغل بس على النون كريتيكال اكتيفيتيز هنا بيشتغل على كله عشان كده بيأثر على مسار الحرج. الفاست تراكينج احد الطرق المستخدمه لضغط الجدول الزمني عن طريق ان انا بشغل الانشطه او الاكتيفيتيز ان بارل او على التوازي بشغلهم مع بعض مثلا ستارت تو ستارت او فينش تو ستارت ويز لاج. اخر طبعا ده اخذناه من شويه. الكوز اند افكت دياجرام ده او الواي واي دياجرام او الفيشبون دياجرام او الشيكاوي دياجرام ده بيستخدم
identify the main or root cause of the problem عشان نعرف السبب الجذري للمشكلة. هنكمل مع بعض الـ keywords. 61 الـ scope creep أو التسيب النطاق أو زحف النطاق، ده بيتم استخدامه أو طبعا ده أحد المصطلحات لما يكون عندك uncontrolled expansion to product or project scope، حصل توسع في السكوب غير متحكم فيه بدون أي تعديل على التايم أو الكوست أو الريسورسز. السوات أناليسيس أحد التولز المستخدمة في عملية تعريف المخاطر، من خلال قوة الشركة أقدر أعرف فرص، ومن خلال ضعف الشركة أقدر أن أنا أعرف ريسكس أو تهديدات. البرومت ليست أيضا تستخدم كتولز وتكنيك في تعريف المخاطر. التورنيدو دايجرام أحد التولز المستخدمة في عملية التحليل الكمي quantitative risk analysis، من خلالها بقدر أعرف إيه هي المخاطر اللي ليها أكبر تأثير محتمل على مشروع، the most potential impact on project outcomes. الاسكليت أحد الطرق المستخدمة أو أحد الاستراتيجيات المستخدمة أو الريسك ريسبونسز المستخدمة للتعامل مع تهديدات، لما يكون عندي مثلا تهديد أو سريت أوتسايد خارج الأسرة الخاصة بمدير المشروع، خارج صلاحية مدير المشروع، وخارج كمان نطاق العمل، فبيتم طبعا عمل اسكليت للبروجرام ليفل أو البورتفوليو ليفل. الكيورد الاسكليت هنا الـ أوتسايد the authority and the scope. avoid تجنب ايضا احد الطرق المستخدمة في تجنب المخاطر، من خلالها بقدر اعمل eliminate threat حذف التهديد ده عن طريق عمل changing the project management plan او changing the project strategy او extend the schedule او reduce the scope. دي مهمة، دي ده مهم وده مهم. الترانسفير طبعا بيتم نقل الخطر على ثيرد بارتي من خلال عمل انشورنس او فيكسد برايس كونتراكت عشان ايه انقل مسؤوليه الخطر ده عليهم. الكيورد للترانسفير هي انشورنس. ميتيجيت، ميتيجيت معناها بقلل من الاحتماليه وتاثير الخطر، ريديوس البروبابيلتي والامباكت الخطر ده عن طريق عمل بروتوتايب أو conduct additional tests عن طريق عمل اختبارات كتير. accept، accept معناها no proactive action is taken، هعمل periodic review أو مراجعة، يعني مراجعات مستمرة أو دورية، rather than take action يعني مش هاخد action، بالعكس أنا هعمل يعني هراجعه، بس هراجع الخطر عشان أتأكد ان حالة الخطر ده مالها لسه ما تعددتش، لسه هي برضو low priority. دول مهمين جدا، هيجي لك عليهم سؤال في الامتحان، سؤال التوصيل، كل واحدة ليها keyword معين زي ما احنا موضحين هنا كده. crashing ايضا احد التولز المستخدمة في عمل ضغط الجدول الزمني عن طريق اضافة موارد إضافية adding additional resources أو عمل overtime، شغل الفريق overtime. 71 leadership القيادة، إمتى يكون مدير المشروع قائد أو إيه مميزات المدير القائد. البروجكت مانجر communicate the vision، الكيورد ليها leadership هي توصيل الرؤية للتيم وتحفيز التيم، communicate the vision و inspire team، دول مهمين. الـ emotional intelligence الذكاء العاطفي، مدير المشروع manage the team emotions، ask the person to manage their emotion، يعني مدير المشروع the project manager بيدير team emotions، بيدير
التفاعلات الخاصة بالفريق، ويحاول ان هو يزيد من تعاون الفريق، يقلل من توتر الفريق وهكذا، ويعني وبرضو كمان الاخرين. الكي وورد للايموشنال انتليجنس هي كلمة ايموشنز. كونفليكت مانجمنت واضحة. Two team members are not agreeing with each other about work item. في اتنين بيتخانقوا مع بعض مش موافقين على يعني ايه على احد الورك ايتم، فبيتم ايه تدخل مدير المشروع. هو كده بيستخدم مهارة ادارة النزاعات، تدخله بسبب الخلافات بين الفريق conflict management. البروبلم سولفينج هي افضل الطرق لحل الخلافات، بتدي لك اللونج تيرم ريزوليوشن او حل طويل على طول. وين وين سيتويشن. الباور انترست جريد احد الطرق المستخدمه في تصنيف الايدنتيفايد ستيك هولدرز حسب السلطه والاهتمام، الهاي هاي واللولو والهاي لو وهكذا. البيزنس كيس او دراسه الجدوى بتستخدم طبعا، بيتم عملها في مرحله ما قبل المشروع بري بروجكت، عشان بتدينا السبب reason why the project is authorized، بتدينا مبررات لبدء المشروع، ليه هبدأ المشروع ده، وهل المشروع فعلا يستحق الاستثمار فيه ولا لا. لان البيزنس كيس بتحتوي على الكوست بنفيت اناليسز والبيزنس نيد. الستيك هولدر ريجستر سجل المعنيين هو مخرج من عملية الايدنتيفاي ستيك هولدرز، بيتم تسجيل الستيك هولدر رولز، ادوارهم، الكونتاكت ديتيلز، معلومات عنهم، توقعاتهم، تصنيفاتهم، انترنال اكسترنال ستيك هولدرز، ده كله بيتحط في الستيك هولدر ريجستر. الستيك هولدر انجيجمنت بلان دايما هي لها علاقه بمشاكل مثلا في العلاقات الخاصه بالمعنيين، انما الكوميونيكيشن بلان دايما لها علاقه بمشاكل التواصل. يبقى ستيك هولدر ريليشن شيب علاقات، كوميونيكيشن دايما ليها علاقه بالمعلومات الانفورميشن. الكوميونيكيشن مانجمنت بلان فيها الاسكريشن، فيها الكونفيدنشال انفورميشن، يعني مين هيوصل الكونفيدنشال انفورميشن، او لو في معلومات سريه مين هيوصلها، ولو في مشكله عايز اصعدها اصعدها ازاي لمين. ده كله الاليه والبروسس موجوده في الكوميونيكيشن بلان. دايما الفيكسد برايس الريسك بيكون على السيلر، في الكوست بلس الريسك اون باير. الكوست بلس انسنتيف في كونتراكت دايما في شيرنج ريشيو، بتفقوا على ريشيو معينه 70 30 60 40 ايا كان. ديفلوب تيم عمليه تطوير الفريق، ده من خلال عمل تريننج ريكوجنيشن اند ريوردز تحفيزهم. الكوركتيف اكشن في عندك الاداء بتاعك مش ماشي مع الخطه، فبتعمل ريالاين تاني للبرفورمانس، تخليه برينج ان لاين تاني يمشي مع الخط تاني عن طريق معرفه السبب الجذري للمشكله. بريفنتيف اكشن المشكله لسه ما حصلتش، بس لسه ما حصلتش ومش عايزها تحصل في المستقبل، فباخد اكشن معين عشان اتاكد انشور فيوتشر بيرفورمانس ماشي مع البروجكت مانجمنت بلان. انما الديفكت ريبير حصل مشكله كبيره فهعدل عدم التطابق، او حصل عدم تطابق يعني فهعمل موديفاي للنون كونفورمينج برودكت، منتج غير مطابق يعني هعمله تعديل. البيزنس كيس جاستيفاي ذا بروجكت انيشيشن، بتبرر لي ليه هبدا المشروع. الليسونز ليرند بتسجل فيها reasons for success and failures، اسباب النجاحات والفشل. البروتوتايب بتستخدم كريسك ميتيجيشن، تقليل الخطر. التشينج لوج سواء طبعا بيتسجل فيها كل القرارات الخاصه بالتشينجز، سواء التشينج ريكويست ده ابروفد او ريجكت، توافق او ترفض عليه او ترفض. البالانسد ماتريكس في المصفوفه البالانسد، الباور بيتم مشاركته من خلال مدير المشروع والفانكشنال مانجر، يعني المدير المشروع والفانكشنال مانجر
بتشاركوا صلاحيات. البي ام او سبورتيف، سبورتيف يعني داعم بس، ما بتدخلش في المشروع، عشان كده التحكم بتاعه له. هو بيدعم بتمبلتس، ببيست براكتسز، بترينينج، ليسونز ليرند الى اخره. انما البي ام او كنترولينج متحكم، التحكم بتاعه هنا متوسط، بالاضافه ان هو بيعمل بيسبورت، هو كمان بريكوير كومبلاينس او بيعمل اوديت كمان، بيتاكد ان هم بيطبقوا او بيستخدموا التمبلتس وبيطبقوا البيست براكتسز وهكذا. انما البي ام او دايركتيف التحكم بتاعه عالي جدا، دايركتلي مانجينج ذا بروجكتس، بشكل مباشر بيمانج المشاريع وبيعين طبعا مدراء المشاريع، وكمان بيعملوا ريبورت للبي ام او. الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس هي احد التولز المستخدمه في عمليه البلان الستيك هولدر انجيجمنت، فهي تستخدم في وضع خطه للستيك هولدرز وعمل مقارنه ما بين مستوى المشاركه الحالي الكرنت انجيجمنت ليفل والديزايرد انجيجمنت ليفل لكل واحد من الايه من المعنيين. طبعا بتكون بالطريقه دي، هنا بنحط كل الستيك هولدرز، هنا بقى هو دلوقتي ريزيستيف عايز اخليه بعد كده الكرنت بتاعه، هنا الديزايرد، هنا عايز اخليه سبورتيف وهكذا. فبحط بلان ازاي بقى ان انا انقله من مستوى لمستوى تاني. الرام طبعا، الرام هي بتربط ما بين الورك باكج او الاكتيفيتيز مع التيم ممبرز، كل واحد من التيم ايه الاكتيفيتيز المسؤول عنها او ايه الورك باكج المسؤول عنها، الرام او الراس يعني. هنكمل مع بعض. الكي ووردز رقم 98 الاتريشن بلاننج، اجتماع التخطيط. طبعا احنا عارفين ان السكرام بيحتوي على اربع اجتماعات مهمه جدا. اول اجتماع وهو الاتريشن بلاننج ميتنج، اجتماع التخطيط، طبعا ده بيتم فيه مناقشه هدف الاتريشن، وطبعا عمل استيميشن للتاسكس اللي هيتم تنفيذها في الكرنت اتريشن. الاجتماع الثاني وهو الديلي ستاند اب ميتنج، وطبعا ده بيتم فيه مناقشه الديفلوبمنت فلو. رقم 100 الاتريشن ريفيو ميتنج او اجتماع التسليم، ده بيتم فيه عمل مناقشه الباكلوج ايتمز كومبليتد اور نوت. والاتريشن ريتروسبكتيف ميتنج او الاجتماع الاخير، طبعا ده اجتماع بيجي بعد، طبعا ده بيجي بعد الاتريشن ريفيو ميتنج وقبل طبعا قبل ما نعمل النكست اتريشن بلاننج ميتنج. ده بيتم مناقشه فيه الكونتينيو والستوب والستارت والاكشن، يعني ايه اللي احنا عملناه كويس هنستمر فيه كونتينيو، ايه الفشل اللي حصل لازم نوقفه، اي شيء حصل غير جيد لازم ستوب، ايه الاكشنز اللي لازم ناخدها عشان نمنع اي مشاكل تحصل في النكست اتريشنز. 102 البرودكت اونر مالك المنتج، assign acceptance criteria and set goals، طبعا لان هو مالك المنتج هو اللي عنده الفيجن هو اللي عارفه، فهو اللي بيحط الجولز والاساين وبيعمل اساين الاكسبتنس كرايتيريا. السكرام ماستر 103 هو اللي بيناقش الانتر ديبندنسز وذن اذر بروجكتس، لو في مثلا اي اعتماديات موجوده مع مشاريع تانية مشاريع اخرى فلازم ان هو يناقشها. والسيرفنت ليدر او القائد الخادم طبعا هو اللي عنده مهاره القياده، assume leadership as needed. requirements in predictive، المتطلبات في المشاريع التقليديه او في البريدكتيف ابروتش طبعا بتكون واضحه من البدايه، وكل شيء بيتم عمل بلاننج بالتفصيل in advance. are defined upfront before development team begins، طبعا هنا الكيورد هنا اب فرونت. والريكويرمنت في اجايل طبعا ار اوليبريتد فريكوينتلي ديورينج ديليفري، بيتم تعديلها بشكل مستمر، كل ما نمشي شويه بنعرفها اكتر، وكل ما نيجي نسلم بناخد فيدباك جديد ريكويرمنت جديده. 107 تشينجز ان بريدكتيف، التغييرات في المشاريع التقليديه. ار كونستريند از ماتش از بوسيبل، يعني بيكون
التغييرات في المشاريع التقليدية فيها قيود عالية جدا طبعا، لان المفروض ان المتطلبات والسكوب كلير من اول المشروع، فعشان كده بيتم ادارة التغييرات بعناية جدا في المشاريع البريدكتيف. انما طبعا في اجايل، اجايل بيدعم التغيير، ويلكم تو تشينج، في اي وقت، مرحب بالتغيير في اي وقت. التغييرات هنا are incorporated in real time during delivery، بيتم دمج او اضافة التعديلات للباكلوج في اي وقت في المشروع بناء على الفيدباك من العميل. risk and cost in predictive بيتم طبعا التحكم فيهم، are controlled by detailed planning، من خلال عمل تخطيط مفصل. انما الريسك والكوست ان اجايل ار كنترولد از ريكويرمنتس اند كونسترين ايمرج. الكي ستيك هولدرز ان بريدكتيف، مشاركه المعنيين او المعنيين الرئيسيين في البريدكتيف او في المشاريع التقليديه، ار انفولفد ات سبيسيفيك مايلستونز، في اماكن او في نقاط محدده في المشروع. بعكس اجايل، مشاركة المعنيين الرئيسيين في اجايل بشكل مستمر على مدار المشروع، are continuous involvement، يعني بيتم عمل مشاركة بشكل مستمر. طبعا ده اكتر ما يميز منهجية الاجايل، وهي مشاركة المعنيين والعميل بشكل مستمر علشان ناخد الفيدباك منه بشكل مستمر طول دورة حياة المشروع وبعد كل سبرينت وهكذا. بعكس المشاريع التقليدية البريدكتيف، ممكن نسلم المنتج في اخر المشروع او في نقاط محدده specific milestones. طبعا الصفحه دي مهمه، هتقدر تحل من خلالها اسئله التوصيل في الامتحان. هنا مثلا هيجي لك سؤال في الامتحان، هنا مثلا برضو هيجي لك سؤال في الامتحان على التوصيل، هنا برضو سؤال في الامتحان على التوصيل. من خلال هيجي لك مثلا خمس صفوف مثلا فيهم الحاجات دي، وليكن هنا مثلا هيجي لك السيرمونيز وتختار هنا الوصف بتاعها من الحاجات دي. نفس الكلام هيجي لك الاونر والسكرام والسيرفنت، تختار الحاجات دي على طول. نفس الكلام برضو الايه من اول نقطه 105 لحد 112، مهمين جدا جدا، هيساعدوك في حل اسئله الايه الدراج اند دروب في الاختبار، اختبار البي ام بي. 113 البوليتيكال اورنس، مدير المشروع want to stay updated on instability government، دايما يكون عندك وعي سياسي، سياسه الشركه مثلا سياسه خارجيه، فلازم يكون انت كمدير المشروع تكون دايما updated باي تغييرات بتحصل في الحكومه، اي قوانين، اي عدم اتزان، ايا كان بيحصل. انما الكاشر اورنس وعي بقى ثقافي، دايما الوعي الثقافي بيبقى ليه علاقه مثلا لو انت شغال في مثلا في منطقه معينه، تكون عارف الباك جراوند بتاعت الناس دي، العادات التقاليد الثقافه بتاعتهم وهكذا. فهنا مدير المشروع is assigned to work in rural area، يعني مثلا منطقه ريفيه، where people have different customs، عندهم عادات مختلفة، فلازم يكون عندك تكون ملم بالثقافة بتاعتهم. يعني الديسيشن ميكينج، يعني انت تبقى صاحب قرار، يعني انت كمدير مشروع awarded a shared position، عندك منصب مهم جدا، to perform government policies، to reform، تشكل government policies، بقى انت كده صاحب قرار، تاخد قرار انك يعني انت حاليا صاحب سلطه، يعني صاحب بوزيشن. التفاوض او النيجوشيشن، سايت وركرز، العمال في الموقع دايما عندهم كومبلينس، شكاوي، ولكن مدير المشروع مش قادر ان هو امبروف الكونديشنز، هو بيحاول انه يتفاوض ولكن كان نوت. فورمينج، طبعا دول برضو مهمين، دول برضو ايه اسئلة التوصيل في الامتحان، دايما هيجي لك عمود في المهارات وعمود تاني في الوصف بتاعه. الفورمينج، التيم ممبرز ار اندبندنت اند ورك سايلز، في طبعا ده التكمل ليدر او الديفلوبمنت ستيجز في الفورمينج، التيم ممبرز ار اندبندنت،
and work silos، يعني دايما منفصلين ولسه مش واخدين على بعض ومنعزلين عن بعض. انما الستورمينج، الستورمينج هنا مرحلة الخلافات والمشاكل. الارجومنت تيم ممبرز ارجو اند نوت اوبنلي كولابوريتيف، يعني مش متعاونين مع بعض، ده الستورمينج. النورمينج خلاص بدأ ان هم يعدلوا من صفاتهم. تيم ممبرز ادجاست زير وورك هابتس ويز تراست، يعني عدلوا من عاداتهم وبدأ يكون في ثقة كمان. البرفورمينج هي افضل مرحلة، تيم ممبر اندبندنت اند وورك افكتيفلي، بيشتغلوا مع بعض بشكل افكتيفلي، يعني بشكل ايه فيها تعاون يعني وبشكل فعال اكتر، هي طبعا افضل المراحل. يعني الادجورنينج التيم ممبرز ار ري اساين تو انذر بروجكتس، خلاص هيتم تعيينهم في مشاريع اخرى، خلاص يعني هم خلاص كومبليت ذا ورك اند موف، بينتقلوا خلاص او ري اساين تو انذر بروجكت. 122 الفيديو كونفرنس، دايما احنا بنستخدم الفيديو كونفرنس يوزد تو نيغوشيشنز، يعني احنا عشان نتفاوض لازم نكون شايفين بعض فيس تو فيس او عن طريق الفيديو كونفرنس، شايفين بعض كده عشان ايه نتفاوض مع بعض. انما الشات رومز بتستخدم في التيم ديسكشن، يعني لو عايزين مثلا نتناقش مع بعض بنستخدم الشات رومز. الاونلاين بوردز هنا في دي، هنا اونلاين بوردز تستخدم تو روتين انفورميشن، طبعا احنا بنستخدم طبعا التاسك بورد والحاجات دي كلها عشان نعرض عليها المعلومات بشكل يومي. يعني الفيرجن كنترول سيستم يوزد تو مانج بروجكت ديليفرابلز، ايضا دي من الحاجات اللي بتستخدم في اسئله الماتشنج، نفس الكلام دي اسئله الماتشنج. ف احنا كده خلصنا 125 keywords.